السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. سأبدأ بهذا الشهر الفضيل بطرح بعض المعلومات المختصرة السريعة وخلال وقت زمني قصير. اليوم سأبدأ بالحديث عن موضوع الـ Ideal Requirements of an Endodontic Irrigant، أو ما هي المزايا أو المتطلبات المثالية من سوائل الغسل المستخدمة في الأقنية الجذرية. يجب أن يتمتع سائل الغسل المثالي بالميزات التالية، وهي الفعالية المضادة للبكتيريا أو ما يسمى Antimicrobial Activity. يجب أن تمتلك هذه السوائل قدرة على الطرد أو الدفع الميكانيكي للفضلات أو ما يسمى الديبري من داخل القناة الجذرية إلى خارجها. يجب أن يكون سائل غسل غير سام وغير مسبب لأي تخريش أو أذى للمنطقة حول الذروية أو ما يسمى البيريابيكال تيشوز. يجب أن تكون هذه السوائل قادرة على حل النسج اللبية الحية أو الميتة أو ما يسمى necrotic and vital pulp tissue. يجب أن يقوم بفعل مزلق للأدوات تحضير الأقنية. يجب أيضا أن تمتلك القدرة على إزالة طبقة اللطاخة أو ما يسمى smear layer. أيضا أن تتمتع بطاقة سطح منخفضة بحيث لا تتجمع داخل القناة الجذرية. يجب أن لا يكون لهذه السوائل أي تأثيرات عكسية أو ضارة على البنية الفيزيائية للعاج داخل القناة الجذرية. يجب أيضا أن لا تتفاعل هذه السوائل أو تتدخل أو تؤثر على خواص السيلر أو معجون الحشي أو مواد الحشي المستخدمة في حشو الأقنية الجذرية. ويجب أن تكون هذه السوائل سهلة الاستعمال واقتصادية أي رخيصة الثمن. أتمنى لكم الفائدة وصياما مقبولا إن شاء الله.